وأخيرا رن الجرس. وقت الطعام. حان الوقت لتناول شوكولاتة ملكة الشهية. كم هي شهية؟ سأتناولها كلها. ما هذا الصوت؟ أوه تينا، لما تنظرين هكذا؟ توماس، لديك بعض المشاكل. هل وصلك الفيديو؟ صحيح، طغت وجهه بالكامل. أوه، أكلتها كلها. أوه، شوكولاتة تينا هنا. تينا، أتسمحين لي بالقليل منها؟ ماذا؟ مستحيل، لقد تناولت حصتك. ويطلب مني أيضاً تناول شوكولاتتي. يجب ألا تكون لئيمة هكذا. مهلاً، لحظة، ربما لو... كلا، ليس هكذا، لكن ماذا لو... وجدتها، سينجح هذا. حان الوقت لقص لوحي شوكولاتة تينا. سأقصه من هذه الزاوية ثم بهذا الخط لأسفل، وهذا المربع الأخير أيضاً. هكذا، أزلت كل القطع وسأعيد ترتيبها. جاهز، لن تكتشف الأمر. توماس، هل سرقت مني الشوكولاتة؟ حلوك موجودة كما تركتها. يا ربي. ها؟ لكنك تتصرف بشكل يثير الريبة. مهلاً، لماذا لوح الشوكولاتة مقطع هكذا؟ لا يبدو هذا طبيعياً بالنسبة لي. عرفت، سرقت مني قطعة. أهرب. يقول المثل تعيش وتتعلم. ستساعدني الكولا المنعشة على الشعور بتحسن. ماذا؟ لم يحدث هذا لي قبل الآن. هل هذا يعني أني لا أستطيع شرب هذه الكولا الآن؟ أوه لانا، هذا مؤسف. أوه كم الساعات الآن؟ كان من المفترض أن أستيقظ قبل ساعة. لا يوجد وقت لاختيار الملابس. لحقت بالمصعد في آخر لحظة. أوه صحيح، هيا أسرع أيها المصعد. لماذا لا يحدث أي شيء؟ أوه لقد ذهبت للصالون بالأمس. هذا غير مقبول، ذهبت $70 أدراج الرياح. ويبدو أن الحصة قد بدأت. آمل ألا يلاحظني أحد. وبهكذا جاء هرقل. لنرى هنا أنت. تعالي واقرأي واجبك المنزلي. يا ويلي، سيكون هذا سيئاً. أين ذاكرة الفلاش؟ لا أستطيع أن أرى الفتحة. هل هو مقلوب؟ النوتيلا على الخبز، إنها لذيذة فوق الوصف. سأضيف القليل من الشوكولاتة، زيادة الخير خيرين. هذا رائع، سأضعها على شريحة الخبز. حلوة جداً، كانت شطيرة لذيذة، لكن يمكنني أكل المزيد. ليلي، ما الذي قلته عن الحلويات؟ حلوى واحدة فقط في اليوم. تناولي بعض الخضار. كلا يا أبي، إنها مفيدة لصحتك، يحتاجها جسمك للنمو. ستشكريني لاحقاً. أشك في ذلك. يا أشعر أني أرنب، لكن أبي لا يعرف عن مخزوني السري. كم أعشق السكيتلز. أشعر بالذنب، لماذا لا أسمع كلام أبي؟ ربما يوجد حل وسط. خطرت لي فكرة. أحضر شريحة خبز واستخدم كأساً لقطعها هكذا مثل قطعة الكوكيز. كرر الحركة على عدة شرائح خبز. يمكنك الآن سكب الحلويات فيها. إنه مخبأ سري مثالي. لا تنسى تغطيتها بشريحة خبز كاملة. إنه قادم. طعمه أفضل بكثير، صحيح؟ طعمه مثل التراب. مقزز. من حسن الحظ أن لدي هذا المخزون. هذا ما أسميه حمية صحية. هيا
هل يدخل بهذه الطريقة؟ إنهم أنفذوا في الأسنادي. يعتقد جيل هذا الوقت أنهم يعرفون كل شيء عن التكنولوجيا. أخيراً. وهكذا اكتسب هرقل قوته الخارقة. وهذا كل ما لدي. هل يمكنني الجلوس الآن؟ كان ذلك سيئاً جداً. يا أستاذة، هل يمكنني الذهاب إلى الحمام؟ هيا يا لانا، تمالكي نفسك. من المستحيل أن تسوء الأمور بعد الآن. سأغسل يدي لأنظفهما من هذا الصباح الفظيع. أوه، انتبهي لأكمامك. لانا، اسحبي أكمامك. حقاً؟ تبين أن الأمور قد تسوء حقاً. أتمنى لو أن الأكمام المبللة أصبحت موضة. آمل ألا يرى أحد أكمامي. أتمنى أن تجف بسرعة. يا له من موقف مزعج. لا شيء يضاهي رائحة القهوة الساخنة. وهذه الخضار تناديني. هل أصبحت المعكرونة جاهزة؟ لا أريد أن تصبح المعكرونة طرية جداً. القفازات أولاً ثم القدر. هيا بنا. لا أظن أني بحاجة إلى مصفاة. هذه طريقة تنفع كبديل للمصفاة. أم أني مخطئة؟ حقاً؟ كانت هذه كل المعكرونة المتبقية لدي. أظن أن عشاء الليلة سيكون سلطة. لم أسعد بمأدبة الإيطالية سأبهر الجميع بعشائي الفاخر. يكمن السر في استخدام مكونات طازجة. أوه، يبدو أن الدجاجة جاهزة. شهية. أوه، إنها جافة قليلاً، لكن لا يزال طعمها مشهياً. يمكنني إصلاح هذه المشكلة. لماذا لم يرن المؤقت؟ آه، غدرت بي أيها المنبه الغبي. يجب أن أفكر بسرعة. لدي فكرة، أنا عبقري. هلو، أريد طلب وجبة من فضلك. شكراً. كان ذلك سريعاً. شكراً جزيلاً. أوه، رائحتها زكية. أليست جميلة؟ تبدو مثل طبق قمت بتحضيره. ضيفتي. أوه، أشم رائحة طيبة هنا. لي؟ صنعتها بنفسي. إنها ساخنة، انتبهي. أوه، الأمر فوضوي هناك. ها؟ يمكنك قول ذلك. أظن أني شبعت، لكن طعمها لذيذ. اسمع، سأريك خدعة. مستعد؟ أحضر شريحة تورتيلا وقصها من المنتصف بهذا الشكل، ثم أضف حشوات متنوعة على كل ربع، مكونات أو صلصات. ثم اطوي كل ربع بهذا الشكل، طية واحدة في كل مرة. ممتاز، لن تسقط مكونات شطيرة التاكو الآن. تفضل، أليست لذيذة؟ لن تأكل التاكو بالطريقة القديمة بعد الآن. إلى من زينة الحلوى. ستحب إما كعكة عيد الميلاد هذه التي خبزتها لها. أفضل كعكة أعددتها طوال حياتي. أوه، يا لها من كعكة جميلة، سأتذوقها. طعمها شهي، ستأتين معي أيتها الكعكة. أوه، توماس، قف مكانك. أوه، لا! كعكتي. آسف، أعتذر، يمكنني إصلاح الأمر. انظري، عادت كما كانت. ليست كعكة، بل كومة من الكعك. لا، لا تبكي، انظري، وضعت شمعة جميلة. لقد أعددتها من أجل إيما، ولقد تدمرت بالكامل. أوه، لم أقصد تدمير كعكتها. ها، لكن لا يزال لديها هنا بعض المكونات.
أظن أني وجدت طريقة لحل المشكلة. سأذيب الشوكولاتة بمجفف الشعر هذا. أوه، تبدو شهية، لكن لا يمكنني تناولها، ليس بعد. عظيم، هذا يكفي. والآن سأستخدم قطع المارشميلو الصغيرة هذه. سأغمسها في الشوكولاتة. سأخلطها بضمير حتى تغطيها الشوكولاتة بالكامل. تشبه تقريبا حبوب الحلوى المغمورة بحليب الشوكولاتة. والآن سأضع الخليط في قالب الكعك. ممتاز، مناسب تماما. سأزينه بزينة الحلوى لمنحه لونا جميلا. رائع، أنا مبدع بهذا. أصبح الآن جاهزا للأكل بعد أن برد. أعددت حلوى شوكولاتتي بالمارشميلو. اللمسة الأخيرة، وضع شمعة جميلة. واو، كيف تمكنت من صنع هذه؟ أنا آسف لما حدث للكعكة، أعددت هذه بدلا منها من أجل حفل إيما. موديل، هيا بنا، فلنذهب ونحتفل. بهي أن أسرح أثناء إعداد الطعام. أوه يا، لم أنتهي من إعدادها بعد، لكن قد يكون فقدان التركيز كارثياً، خاصة عندما يكون الأمر متعلقاً بالخفق. هذا قوي جداً. ربما يمكنني أيضاً تصفح إنستغرام أثناء خفقها. انتبهي لهذه يا لازي، اختبئوا جميعاً. يجب أن تبقي نظرك على الوعاء. أوه، بوجهي مباشرة. لكن القليل من العجين السائل على الوجه أقل ما يثير قلق لازي في هذه الأثناء. أوه، هذا سيء. مرحبا لازي، لقد عدت. لقد جئت في الوقت المناسب للمفاجأة. هل تشاجرت أنت وخليط الكعك أم ماذا؟ كيف حدث هذا؟ اذهبي للاستحمام فقط. تمام، أعطيتها مهمة واحدة صغيرة. نسيت أمر هذا، لكنها ستنقذ الموقف. يمكن للأطباق الورقية أن تمنع مشاكل الخفق. سنصنع شقين بشكل الحرف تي باستخدام الشفرة، ثم نثقبهما. والآن سنحضر أداة الخفق وندخل الخفاقتين في الشقين، وعند تثبيتها نعيدها إلى أداة الخفق. وبهذه الطريقة ستتجنب منطقة تراشق الخليط. رائع، أليس كذلك؟ يا إلهي، لقد فعلتها، تبدو مثالية. لما لا تتولين مسؤولية الخبز من الآن فصاعدا؟ أوه، مذاقها شهي كرائحتها. انتهي من كل هذا. حسناً، فهمت الآن. قلم غبي، هل أخدع نفسي؟ لم أفهم أي شيء. ستبقيني هذه القهوة يقظاً. حسناً، ركز. أعرف حل هذه المسألة، سأكتبه قبل أن أنسى. أظن أن الإجابة هي باء. المزيد من القهوة، هذا أفضل. عيناي مرهقتان. ليس لدي وقت للتعب، يجب أن أفتح عيني. أوف، أوراقي، إنها مبللة، هذه كارثة، يا لي من أخرق. المزيد من القهوة. ماذا حدث هنا؟ هل سكبت القهوة على أوراقك؟ يا لك من مسكين، أتمنى لو أستطيع مساعدتك. في الواقع يمكنني ذلك. أعطني كوبك. غطاء البرينجلز مناسب تماما، لن تنسكب قهوتك بعد الآن. أين كنت؟ لا، أوه، لم تنسكب قهوتي. ليلي ذكية بالفعل، وما زالت القهوة ساخنة. أتمنى لو تحل لي هذه المسائل. كان هذا الأسبوع جنونياً. بلا شك نستحق الليلة تناول البيتزا. كان الحجم الكبير خياراً موفقاً. انظري إلى هذا الجبن الذائب، لا أطيق الانتظار أكثر. حتماً
لم يقطعوا هذا الشيء بضمير. أريد قطعة غبية. هذا سخيف. خطرت لي فكرة. سألتهمها بعد ثانية واحدة. حان الوقت لتناول هذا الشيء. هاي، هذه السكين لا تقطعها. ليست هذا كما ظننت. حان وقت السحب. البيتزا خاصتي. أو لا، ما كنت أريدها بطعم الكلاب. هذا مقرف. إلا إذا كنت ترغبين بالقليل من القرمشة. لا، بالطبع لن أكل هذا. مالا لحظة، أتفكرين فيما أفكر فيه؟ سنحضر علبة التونة وننزع منها الغطاء، ثم نستخدم مثقابا كهربائيا لصنع ثقب في المنتصف، ثم نحضر مسطرة معدنية ونجعلها متسقة مع الثقب، ثم نستخدم مسمارا لولبيا للتثبيت. سأستخدم يدي للفه حتى يصبح مشدودا وثابتا، وسأجلب صمولة وأثبتها بالمسمار. رائع. تسألون عن الخطوة التالية؟ لقد صنعنا بهذه الطريقة أداة لتقطيع البيتزا، والآن يمكننا التقطيع بسهولة. إنها أفضل حتى من تقطيع مطعم البيتزا. بسرعة، إنها تبرد. رائحتها الشهية تستحق الانتظار. هذا أكيد، فعلتها ثانية عبقريتي في التقطيع. وقت قليل من حبوب الإفطار. أو توماس، أنت تعترض طريقي. انظري لعضلاتي الصلبة كالصخور. أجل، أصبحت أكثر قوة. انظري لهذا. ما الذي يحدث لي؟ توماس، توقف، أنزلني. أنت ترفعني نحو الحائط. أردت فقط تناول إفطاري بسلام. هاي، أعطني تلك الملعقة. أجل، كنت أعلم أني أستطيع ثانيها. أوه، كنت أستخدم تلك الملعقة. هذا أسوأ شخص رأيته في حياتي. ها؟ هلا. أجل، سأفعلها. أحضرت وعاءً فارغاً وأحتاج الآن إلى بالون. سأضعه في الوعاء وأربطه بخيط، ثم سألصق الخيط بالغطاء. مثبت بإحكام. عظمة. والآن سأعيد حبوب الإفطار إلى الوعاء. جاهز، ثم أرجع الغطاء. توماس، أحتاج لمساعدتك. ها هو قادم. حان وقت التمثيل. لقد أتيت. ماذا تريدين؟ لا أستطيع نزع هذا الغطاء. هل يمكنك ذلك؟ يا لقوتك. بالطبع، أعطني إياه. وحبوب الإفطار في كل مكان. ها، نجحت. لقد وقعت في الفخ. يا تحركي يمينا، سأهزمك يا لز. لا، أجل، وانتهينا. قربت خاصتي على الانتهاء أيضا. بقيت واحدة، ربما تفوز بها الفتاة الأفضل. هيا، بالتأكيد. تمام، من فيكم سيبدأ؟ لما كل هذا التوتر؟ هيا، اتركيها. لقد رأيتها أولا. أعطني إياها. على جثتي، لا يمكن تدبر هذا. لا أصدق، لقد فزت. هذا ليس عدلا. أخالفك الرأي. لم يبق لي شيء الآن. يا له من مساء سبت سيء. لو كان بوسعي تغييره. في الواقع ربما أستطيع. علي فقط تسخير مواهبي في الطهي. هيا بنا. سأملأ وعاء بصودا الليمون وأضيف بضع قطرات من ملون الطعام وأحركها لخلط المكونات. أجل، سأحركها هكذا. جيد، حان وقت الجيلاتين.
وبمجرد أن تضع المكونات نقلبها حتى يمتص الجيلاتين. عندما تصبح بهذا الشكل نأخذها إلى الثلاجة. سنحضر صينية مكعبات الثلج ونسكب الخليط بكل خانة هكذا، ثم نضع الغطاء ونحقن ما تبقى منها كي تمتلئ الكرة بالكامل. أجل بهذه الطريقة. بعد أن نضعها في الثلاجة لبعض الوقت ستبدو بهذا الشكل. وللخطوة التالية ندخل بها العيدان، تشبه مصاصات الجيل الصغيرة. هيا سأرى ماذا ستقول لازي عند رؤيتها. هل تستمتعين بهذه المصاصة؟ قررت صنع البعض منها بنفسي. شرفت على الانتهاء من هذا. كلا، وإنها شديدة التسلط. حان وقت المصاصات. تبدو جيدة، ها؟ مذاقها أجمل. أنا بارعة في الطاي. ضرورة